السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي، قناة نجاة لوامي. مرحبا بكم. اليوم جبت لكم لو كيك مغربي، شكون ما يحبوش فينا؟ الوغ تفضلوا معايا المطبخ باش نديروه ونشوفوا كيفاش يجينا. ندوزوا المقادير تاع لو كيك مغربي تاعنا. واش نسحقوا؟ 300 غرام تاع السكر، 300 غرام دو سكر، 300 غرام تاع الزبده ولا مارغارين تكون غامو لي طريه، عندنا 450 غرام تاع الفرينه، 7 حبات ولا دجاج. بون انا نسحق 7 ومن بعد نفهمكم علاش نسحق ان بلون. صافي نسحق 6 حبات ولا دجاج اي ان بلون، راني فقستو وحدو. واش كانيت عندي؟ لا ليفور، ان باكي د ليفور لي توزن 10 غرامات. عندي لا فاني. نبدا وللتزيين هاهم ليك دكوتي للتزيين نسحق يعني ثاني الكاكاو نسحق 20 غرام، 20 غرام ندير 10 غرامات لو كاكاو كلير و10 كاكاو هذاك نوار، يعني باش ونخلطوهم كيف كيف جوصهم في الصفايه. ناباج للتزيين، ناباج عندي لي زامون دي فيلي ولا لي كاكاوات اي فيلي يكونوا محمصين و لي سيريز كونفي. وشوفوا التزيين يرجع لكل وحده كيفاش حبت تزين الاخر لو كيك تاعها. نبداو من السكر اللي قلنا 300 غرام، راني شعلت لا بالونس، 300 غرام تاع السكر، نزيدو لها 300 غرام تاع الزبدة هي لا مارغارين تكون طرية درجة حرارة الغرفة، 300 غرام. واش ندير؟ نضربهم هامليك الزبدة والسكر. نبدا بروميير فيتاس، غير نبدا الخليط تاع السكر والزبدة، نزيد دوزيام، ثالثيام، نوريكم كيفاش جاتني لا تيكستور. شوفوا باش تشوفوا كيفاش جات، طلعناها اون كريم. واش ندير؟ نبدا نزيد البيض حبه بحبه حتى نكملهم في 6. نعاود نحط الفيتران تاعي، نبدا بوميير فيتاس، دوزيام، يعني لا تيكستور اللي حبيتها. دوك نوريها لكم القوام. دوك هنا ما نسحقش لو فوي، نخرج نشوفو كيفاش نتحصل على هذا القوام. شوفو هنايا راهو سائل. دوك هنا ندخلو الفارينة، 450 غرام تاع الفارينة، لا فاني ولا ليفور، نخلطهم كامل كيف كيف. نسحق دوك هاد تاكو تشوفو الخليط في الجانب. دوك نقولكم كيفاش يجيكم، يعني تنخلعو تخوشي هاديك الشغل راهو رايب، شو تقولو لاكخام اوبور راهي فاسدة، نو هو يجي. هادي هي لا تيكستير تاعكم باش تعرفو بلي راهي ناجحة. واش ندير؟ نحكم لافارين تاعي، الفارينة، نخلطلها باكي تاع لاليفور، ونخلطلها لافاني، اون كويار ا ديسير تاع لافاني، نخلو حتى حاجة نستعملو كامل. دوك هنايا واش ندير؟ نبدا نخلط، نخلط لاخر تاعي الداخل، شوفو نخلطها مليح. اللي يحب يخلطها
بالروبو سينون بلا با باسكو لا بات راهي ليكيد. شوفو كاش تجينا دوك هنايا مازال ما كملناش حتى نخلطو مليح متجانس لي كامل هذاك الخليط. شوفو دوك عاد لي حاجه لازم نديرها. واش ندير انا؟ قلنا نسمو كيك مغربي هو راهو كامل فاني. انايا مقبل وجدت هنا الكاكاو، قلت لكم 20 غرام تاع الكاكاو، درت 10 كاكاو كلير و 10 غرامات كاكاو نوار، خلطتهم صفيتهم باش تجيني لا بيل كولور. واش ندير؟ نحكم في هذيك لاسيات اللي كانت فيها الفرينه، نفرغ الكاكاو تاعي نحي هادوما منا، نجيب اون كويير تخيفه هاي لا تيكستور اللي نتحصلوا عليها بعد ما خلطناه. دوك واش ندير؟ نجيب مغرفه نحي فوق هذاك الكاكاو، نحي قيس من سحق لا ديكوراسيون تاع الوسط واحد 100 غرام هكاك. بون دوك نتوما كيما تحبوا الديكور يجيكم بزاف شوكولا، انا نوريكم وانتوما تحكموا في الاخر تاعكم. شوفوا درت 100 غرام تاع لاباط باش راكم تشوفوا مليح، ونزيد ان بلون بلون تاع ولاد الدجاج نفرغو لداخل. دونك لو رول تاع لو بلون يسير اكوا؟ لو رول باش كي نحطوه في وسط، يعني دوك تشوفوا الطريقه كي نديرو في الوسط تاع لو كيك يتمشى لي فاسيلمون، ما يقعدليش هكاك يابس. هذا هو لو بلون، لو رول تاعو يجري لي لاباط. شوفوا باسكو الكاكاو على بالكم نسبه تاع الكاكاو تنشف ميم دون تو لي غاتو، نسبة الكاكاو عاد تنشف لنا لا فارين، يعني كي نديروها كي نديرو في لا فارين تنشف لنا الغاتو. مع هادي راهم كيف كيف القوام واحد. دوك انا واش ندير؟ نحكم بوشادوي ماشي مطقوبة ومن بعد نقطعها نفرخها هنا في الجيب الحيواني. شوكولا هاديك لاباتي نقصناها داخل لابوشادوي. دوك نوريلكم المول لي راح نخدمو بيه. طول تاع المول سي 30 سنتيمتر. بون العرض سي كامل كيف كيف، يعني كامل يجي قد قد، مي الطول بوغ 450 غرام دو فارين هذا يجي سوا سوا، خذوا المول تاع 330 سنتيمتر. دوك واش نبدا الطريقة الأولى؟ نحكم هذيك لاباط تاعي، هاكو تشوفوا شحال طرية، نفرغ إين كونتيتي في القاع نسبق بها. بون هاديك لاطوش راني دخلتها لداخل، وهادي درت لي دوزيام بوش باش جو في دو بون طراي نقطع، يعني انا نسحق بسم الله هاديك. دوك جو في ايطالي كامل لا سيرفاس، جو في ايطالي هداك كامل كامل ساير داير. شوف ايطالي انا كملناه. شوفوا ماهوش معمر يقعد لي موان ان دوا باسكو دوك يتنفخ لي ويطلع. نحكم لو بيك هذاك تاع الشوا ولا واش ندير؟ نجي لهنا زوميها شويه شوفوا كيفاش نديرو. هاوليك نجي لهنا لو بو تاع الاخر تاعي نحرك هكذا. شوفوا ندير هكذا ندير هكذا، شغل اني نموج فيه هكذا هكذا. Il faut suivre bien le geste. C'est un geste circulaire. Allez, pour nous le faire.
بعد ما كملت نخبط شوية نديه لو فور تاعي 180 دوغري يطيب انت 20-25 مينوت هاوليك فوالا لو فور تاعي نديرو ا 180 هاكو تشوفو 180 فونتيلي ندخل هاوليك نحطو طيب ثيرموستات قدكم ديرو 20-15 ونشوفو المدة هو حتى يتنفخ لنا ويحمر فوالا نخليوه كيضيف ونقولو ليكم انا طاب نقول لكم المده تاعو مقبل قلت لكم 25 هذا في دون ان فور فونتيلي خدا لي قريب 55 دقيقه بارابور الفور غاز هاوليك شوفوا كيفاش طاب راهو مازالو سخون يبرد لي شويه ونقسمه ان شاء الله ها نوري لكم كيفاش جا مازالو لي ان بو شو بسم الله هاوليك كيفاش جا بيان بومبي الله يبارك ومن بعد كي نقسموه باش يبان نديرو له كامل لاجولي ساير داير نروتشو هكدا من الفوق وتنجحوا فيه نقول لكم سلام الى الملتقى